النهاردة الصبح وأنا نازل النادي، مامي كانت قاعدة بتتفرج على التلفزيون وهي زعلانة كالعادة، بس أول ما شافت بابي نازل من على السلم ابتسمت، وبعد ما مشي رجعت تاني زعلانة وكأنها مخبية حاجة. هي على طول مش مبسوطة، على طول حاسة إنها بتمثل إنها كويسة. رحت سألتها مالك، قالت لي مفيش. كنت بتمنى إن حد يسألني السؤال ده، عمري ما كنت هقول مفيش. السواق وداني عند بابي المكتب بعد درس البيانو عشان بابي كان عايز العربية. دخلت المكتب وقعدت بره عشان بابي كان عنده ناس جوه، وسمعت صوته بيتخانق وبيقول لهم عايز فلوسي. وفي وسط الخناقة عرفت إن بابي ظلم حد عشان يخرج ابن الناس اللي معاه جوه من القضية. لما ركبت معاه العربية واحنا راجعين سألته، هو أنت ممكن تظلم حد يا بابي؟ رد عليا وقال لي لا طبعا، عمري ما عملت كده. وكده بقى عندي تاني كدب في حياتي بعد علي. هو زي ابني شايفني كده. مش لوحدك يا عايزة، مش لوحدك يا عايزة. ترى علي كذب عليك في ايه يا ابني؟ مش عارف في ايه. مفيش حاجة يا حبيبتي. لا في هايدي، في يا حبيبتي أروى، احنا مش هنغلط نفس الغلطة تاني. في يا حبيبتي، في ان انا وماما كنا بعيد عنكم، اما بسبب المشاغل أو المشاكل اللي بينا، وحادثة أخوك هي اللي فوقتنا. وأنا أوعدك حبيبتي ده مش هيتكرر تاني أبدا أبدا، لا معاكي ولا مع أخوك لما يفوق إن شاء الله. إحنا غلطنا، كنا فاكرين إن إحنا كده بنوفر لكم حياة كويسة، بس هي ما طلعتش كويسة. مش دي الحياة الكويسة يا بنت؟ الحياة الكويسة إن إحنا نبقى قريبين من بعض. وأنا كل اللي طالبه منك يا بنتي تصدقينا وتدينا فرصة. ممكن؟ Peace.